اهلا بكم مره تانية. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ اول يوم في العيد، كل سنه وانتم طيبين ورب تكونوا كلكم بخير وصحه وسعاده. النهارده هنلعب لعبه ريزيدنت ايفل 3 باذن الله، نحاول نخلصها وتبقى اخر جزء فيها ان شاء الله. اشوفكم بعد الفاصل. انا حاسس ان دي النهايه، يعني خلاص قربت، يعني انا حاسس خلاص اللعبه بأشكت على الانتهاء. باذن الله نحاول ننجزها في الجزء ده، عشان انا في العاب تانية برضه عاوز ابدا فيها. ده سيف. اوكي انا سيف ليه؟ لسه بادئ. طب نشوف لو محتاجين حاجه الاول. ده النهار ابيض. انا بعد ما حاربت الوحش الرخم دوت خلاص اخيرا، يعني مات فضاني، ما تقريبا ما عادش معايا اي حاجه، معيش اي حاجه، ما ياخده معايا صح، ما فيش حاجه اصلا اخدها. طب احنا هناخد ايه؟ مش كده احنا فين بالظبط؟ يعني وانا مش عارف هو في ايه. الاوضه الحمراء دي بيقول لك في حاجات ما خدناش هنا. في حاجات ما خدناش؟ هل فعلا فات؟ اه ده اسطور ايه؟ بس اللعبة لحد دلوقتي كويسة، بس تقييمي للعبة بالنسبة دي لريزيدنت ايفل 2، ممكن ادي ريزيدنت ايفل 2 قبل وبعد ريزيدنت ايفل 2 8.5، دي اديها 6.5 7. مش عجباني قوي، مش عارف، مش حاسسها قوي. ريزيدنت ايفل 2 كانت نقلة كبيرة جدا، كان في فرق جامد. تاني هو ماتشي؟ اه ده المفروض يموت ازاي ده؟ يعني ده نهار اب، ده بقى حاجة تانية خالص. ايه ده؟ يا نهار ابيض. معيش حاجة على فكرة. يا نهار ابيض. هو انا المفروض احدد ازاي؟ انا معيش اي ذخيرة اصلا. هو نيكولاي اجدى حاجة في اللي يهرب. ده المفروض ترميلي ترسانة اسلحة. يا نهار. ده يضرب في ايه ده؟ ده يضرب في ايه؟ طب استني كده يا استاذ. لا لا. اضرب انهي جزء؟ مش هو اكيد مش هينفع، يعني هو الموضوع يبقى ليه علاقه بالمحاولات اللي بالمحاولات دي. ايوه ثواني. ايوه ده ايه؟ رشاش ولا؟ يا نهار ابيض انت اللعيبه. اوف يخرب بيت كده. ده ايه في ايه؟ ده هيبقى صعب جدا. ليه لازم تعلق يعني؟ المشكلة في ده والمشكلة في واحد تاني وراه. بص بص. ثلاثة. طب ايه طيب؟ قال لا. نهار ابيض مش هكمل. لا خد البقليل اللي عندك دي. طب هو دلوقتي بيريح شويه تقريبا. كنا في اللحظه دي بقى اشحن الجهاز.
طب ليه رخي؟ ريمينينج ايه؟ خليك انه مريح شوية، رايح شوية. يا رب على التقل. ماشي حاضر. لا ام استنى والنبي والنبي يلا استنى يلا هلحق. لا 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 مش هكمل يا جماعة. فضل واحد فضل واحد فضل واحد. ليه يا رخم؟ الرخمة اللي هناك دي. دي ضربة واحدة بتوعي. ثانية. انت بسرعة المرة دي ليه كده؟ اسكتي بقى شكله هو اللي هيموتنا دلوقتي. دماغ أمك فين بس؟ في واحد بعد الضربة دي يموت أصلا. إذا مات؟ بس كده؟ يا نهار أبيض. ده كان سهل جدا، ده ايه ده؟ Good riddance. ونعمل خلاص. لا انا ما توقعتش كده خالص. البوس ده كان يعني من مش عاوز اقول لكم من اتفه ال تافه جدا وسهل جدا يعني. لسه نيكولاي ده لازم يموت. انا اخد الصحة. انا لسه مش بحب الشباب ماشية مدلونة كده مش عارف ايه. شيء تاني. اوه كارلوس يا ابن ال بيقول لك نيكولاي. طب لاحظ ان نيكولاي ده هيتحول وحش دلوقتي ولا هيحصل له ايه دلوقتي وحربه. يا ابن ال My client ordered me to reduce umbrella to rubble. 10 minutes until missile impact. Ah, the missile has launched. And that is my cue. Goodbye, Miss Valentine. Shame you didn't listen to me when you had the chance. بس مش عاوز كارلوس يموت. وحش. لا لا كارلوس. هيعلم علينا ولا ايه؟ Shoot him! I can't. I'll hit you. Do it. You have to. There's no other way. Carlos. If it's for Carlos, hey. قبلي موت. That would just be too cruel. لا قوي ده سعيش. طب ماشي في الراس على فكره ماشي اللي جابها في الكتف. Why'd you do it? There's a price tag for everything. Even letting the world burn. Who are you working for? I'll tell you if you get me out of here. I'll pay you whatever you want. أكيد لأ يعني. You're a fool! If I die, you'll never find out the truth. I don't mind a little detective work. Ha ha ha.
ده مين ده؟ تي؟ ضربوا المدينة؟ صاروخ من نهار أبيض، ده بدل مدينة. أقول لسه في لعبة في اللعبة؟ تاخدش دي النهاية. Decided then and there, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them, once and for all. نهاية. يا رب تكون اللعبة عجبتكم. تقييمي للعبة زي ما قلت 6.5/10. بالنسبة لريزنت ايفل 2، ريزنت ايفل 2 كانت 9/10. بالنسبة لقبله وبعد، ريزنت ايفل 2 عامل فيها شغل جامد جدا. من حيث الجرافيك ومن حيث القصه تحس ان هم غيروا فيها وادوها طعم جديد. دي القديمه احسن بمراحل. لعبه قصيره جدا مش عارف ليه، حاسس ان احنا عاملينها كده اللي هو يلا نعمل ريماستر يلا على السريع يعني. في استعجال في الموضوع، مفيش فين البازلز اللي فيها؟ مفيش يعني حاجه. اخيرا تكون اللعبه عجبتكم بس، واشوفكم في جزء جديد ان شاء الله. مع السلامه.